يقول الله تعالى أيضا في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يقول ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية ذكر جحد الكافر للبعث. قبلها قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا الكافر يجحد البعث ويكفر به ويستبعد أن يعيد الله العظام بعدما تفتتت وضاعت في الأرض وصارت ترابا، يستبعد قدرة الله على إعادتها مرة ثانية، وهذا من جهله. والدليل على قدرة الله تعالى مرتكز فيه هو في هذا الإنسان. لو تأمل فإن الذي قدر على خلقه أول مرة من نطفة وهو الماء المهين أي الماء الضعيف، الذي قدر على أن يخلق من هذا الماء الضعيف إنسانا قويا قادر على إعادته من باب أولى، فإن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة من باب أولى. فهو يجحد آية فيه وينكر قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة العظام وهي رميم وإحيائها مرة ثانية. ولهذا قال الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإذا كان أنشأها أول مرة بعد أن لم تكن فهو قادر على إعادتها من باب أولى. إذن الفاعل هنا في ضرب لنا مثلا هو نفس الكافر، نفس الكافر، ونسي خلقه أيضا الضمير هنا يعود إلى الكافر إلى نفسه، الكافر يعني نسي خلق بدنه وصورته، نسي إيجاده إيجاده من العدم. نعم.